لنا. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الدعوة ومرحبا بكم. بالنسبة للإشكال اللي وقع يوم أمس، فهو وقع إشكال فيما يسمى البي جي بي، هو عبارة على واحد البروتوكول الروتين. فبطبيعة الحال احنا دائما نطرح السؤال، كيفاش أنا مثلا اللي كنصيفط واحد رسالة أو بيانات، فهي كيفاش كتعرف المسار اللي خاصها تاخذ باش توصل له. اذا من البروتوكول اللي يعني اللي كيحملوا هذيك الرساله ديالنا بين مزدوجتين ووصلوا لنا، واحد البروتوكول سميتو البي جي بي. اذا هذا البي جي بي هذا كان فيه اشكال يوم امس، وبالتالي فشبكه الفيسبوك يعني توقفت عن العمل، فكانت معزوله عن الانترنت. ولهذا يعني جميع مستخدمي شبكة فيسبوك ولا واتساب ولا انستغرام ولا ميسنجر ولا كذلك مستخدمي بعض الأجهزة مثل أوكلوس لم يستطيعوا أن يعني يتواصلوا مع شبكة فيسبوك. وعليه فكان هذا الانقطاع ديال مدة خمس ساعات. كل فرضيات وزارة الدفاع الأمريكية نفت على هي قالت أنه يعني حدود الساعة ما كاين حتى شي دليل على أنه هناك اختراق، ولكن في المقابل يعني هناك احتمالية. وطبيعة الحال يعني هذا الضجة اللي دارت فيسبوك راه ماشي غير هذه الضجة اللي كاينة، بل كاينة حتى ضجة أخرى اللي تزامنت معها، واللي هي ضجة تسريب بعض الوثائق السرية من طرف موظفة في شركة فيسبوك. هذه الوثائق تضم أو هي عبارة عن مجموعة من الأبحاث اللي قامتها بشركة فيسبوك، وهذه الأبحاث اللي للأسف أنه اتضح بما شركة فيسبوك تنهج واحد النهج ديال تشجيع خطابات الكراهية، تشجيع يعني تغيب المصلحات المستخدمين على شبكات الفيسبوك مقارنة مع الأرباح أو على حساب الأرباح اللي ممكن أنها تجنيها على حساب مآسي الآخرين. طبيعة الحال باش نفسر هذا، طبيعة الحال بالنسبة لهذه الأبحاث اللي قامت بها شركة فيسبوك اتضحت أو كان على حسب ما قالت هاد الموظفة في برنامج 60 مينت أستراليا، على أن هاد الأبحاث يعني تلخصت في كون أن فيسبوك لاحظت أنه الناس كتتعامل بشكل أكبر أو تتفاعل بشكل أكبر مع خطابات التي تحت على الكراهية، بشكل أنها يعني لاحظت أن أكثر الإيموجي استخداما هو ذاك الإيموجي ديال الغضب. وطبيعة الحال هنا خصنا نرجعوا ونفهموا كيفاش فيسبوك كتخدم. فيسبوك عندها واحد الخوارزمية اللي من خلالها كتقدر تعرف بشكل أكبر ميولات المستخدمين. يعني انت ولا انت فيسبوك كتقدر تعرف شنو كتبغي وشنو ما كتبغيش، شنو هو المحتوى اللي انت كيعجبك او انت كيعجبك، شنو هو المحتوى اللي ما كيعجبكش. بطبيعة الحال فيسبوك دائما انطلاقا من هذه الخوارزمية باغا توصل لواحد النقطة ديال انها تخليك اكبر قدر وقت ممكن داخل شبكة فيسبوك. علاش بغات دير هذه القضية؟ ماشي غير هكاك، هي بغات ديرها لانه الا انت مضيتي وقت اطول في شركة فيسبوك او في تطبيق فيسبوك فغيظهروا لك مجموعة من الإعلانات. هذه الإعلانات فيسبوك كتربح منها ماديا، وبالتالي لحظات وهنا غادي نربطوها مع نتائج البحث، أنه الناس ملي كيشوفوا شي حاجة عندها علاقة بالكراهية أو تحت على الكراهية كيتفاعلوا معها بشكل أكبر، إذن تيمضي وقت أطول، إذن تيربح فيسبوك كتربح فلوس أكثر لأنه كيظهروا إعلانات أكثر. بل وكذلك الأبحاث خلصت كذلك على أن الانستغرام كتطبيق فهو يشكل خطر على يعني على المراهقين والمراهقات، لان بحكم انه كيسبب الاكتئاب، وهذا الاكتئاب اللي كيسببه شركه اللي كيسببه هذا التطبيق تيخلي ان هاد المراهقين كيزيد لاحظوا انهم اللي كيشعروا بالاكتئاب تيزيد الاستهلاك ديالهم لهاد التطبيقات او تطبيق الانستغرام، ما يعني انه كذلك كيظهروا اعلانات اكثر وفيسبوك كتربح يعني بشكل اكبر من الاعلانات اللي كيظهروا في هذا المحتوى. شوف ما يمكنش حنا نقولوا شي حاجه وهي باقي حنا دابا مثلا ملي كنهضروا في هذا الموضوع تنهضروا انطلاقا ما تم نشره من طرف إدارة فيسبوك، من طرف وزارة الدفاع الأمريكية، وشخصيا بعد العلاقات اللي عندي، بعض العلاقات اللي هما قراب من سميتو اللي كيعطيوني سميتو، حتى دابا ما كاين حتى شي حاجه. يعني الا كنا غادي نهضروا غير في ديزيبوتيز، اما شي حاجه عندها علاقه بالاختراق ما كايناش. انا شفت واحد البوست ديال هناك اختراق غير الموت باس الى غير ذلك،
هالطرح تقدر تمشي فيه كطرح وقائي، اما ماشي جزمي. ما غاديش نقول انا اجزم على ان شركه فيسبوك تعرضت للاختراق، انا حتى حاجه ما كاينه حدود الساعه اللي كنديروا فيها هذا اللايف. لا هذا خطا لا يغفر، هذا خطا كشركه كبيره بحجم فيسبوك، هذا خطا لا يغفر. ولكن بطبيعه الحال ما دوم انه ما كاينش باقي، حنا دابا ما عرفناش الاسباب اللي ادات لهذا العطل في هذا البروتوكول. هذا يقدر يكون كما كنقولوا باللغه الانجليزيه شي موظف ورك على الورنج باتن، ورك على الزر الخاطئ، ممكن يقدر يكون مشكل ديال الاختراع تبقى فرضيه، اما يعني السبب الحقيقي باقي ما معروفش لحدود الساعه. نعم، لأن توقف بحال هذا راه ماشي سهل. إذا كان بعدا بالنسبة للناس العاديين يعني صافي حط التليفون أو لا مرة تطلع، راه كاين شركات اللي غيكونوا خسروا أموال في هذه المسألة هذه، لأنه كاين شركات كيعتمدوا على فيسبوك في التسويق، تيعتمدوا على انستغرام، تيدخلوا يعني الملايين ديال السنتيمات، راه 100 مليون 200 مليون. يعني بالنسبة لهم هذاك التوقف واخا هو ما غاديش يسبب لهم في البيجي، ولكن غير هذاك التوقف هما عندهم دي شارج، يعني غادي يكون غتكون ضروري غتكون خساره ماديه بالنسبه للشركات، ولا كذلك الافراد، لانه كذلك كنهضروا على شبكه، يعني على شبكه التواصل، يعني واتساب طريقه في التواصل، يعني تقدر يعني مثلا واحد السيد حتى غيغبر عليك ما تعرف شنو كاين الى غير ذلك، فممكن هادشي. لا حيت هذا هذه شبكه ديال الفيسبوك، كنهضروا على سيرفرات الفيسبوك، كنهضروا على بروتوكول اللي كيوصل للسيرفرات ديال الفيسبوك. يوتيوب وهذا حاجه اخرى. لو كانوا يعني في نفس الشبكه ديال الفيسبوك ما غاديش تقدر توصل كذلك للفيسبوك. هذا الشيء علاش خاصنا نطرحوا واحد السؤال، هو المونوبول ديال شركه فيسبوك. فيسبوك الان كتحكم في اغلب البرامج او التطبيقات اللي كنستخدموها في التواصل، وهذه مساله خطيره، لان فيسبوك عندها الان قوه ماليه، قوه حضوريه اللي ممكن انها تخليها تستحوذ على اي بروجي ناشئ زوين، بحال كيوقع في انستغرام، كيوقع في واتساب، كيوقع. فهاد المونوبول ملي كتدخل هاد الوسائل ديال التواصل كلها كتولي في يد واحده، ملي كتسقط هذيك اليد ولا هذا كتحس براسك انه بحال وليتي معزول على العالم. يعني فيسبوك خلاتنا نشعروا بها في هاد 5 السوايع اللي توقفات، حسينا براسنا منفصلين. كاين الانترنت كاين هذا، ولكن تتحس بواحد الانفصال، ما بقاش واحد التواصل بسبب هاد الانفصال. وهذا الشيء راجع لهذا المونوبول، هاد المونوبول خطير جدا. وبطبيعه الحال ملي اصلا هاد السقوط ديال 5 السوايع الناس قلبوا على البديل، فغادي يكون واحد الزياد في استخدام تطبيق سيجنال او لا تطبيق تيليجرام، سكايب كذلك. فطبيعه الحال غادي الناس يقلبوا على بديل. غير هو خصنا نعرفوا ان المشاكل التقنيه شي حاجه اللي هي عاديه، هو عادي انه مثلا كيوقع واحد التوقف ديال 5 دقائق 4 دقائق 10 دقائق، ولكن 5 ساعات هذه هي اللي يعني هذا الحدث هذا لم يتكرر منذ سنه 2008. يعني منذ سنة 2008 هذه أول مرة تعاود رجع بحال هذه المشكلة هذا وتتوقف لمدة 5 ساعات. ولكن كما كتشوف أنت 5 ساعات رونت الدنيا كاملة، كل الحديث الساعة، لا الإعلام المرئي، لا الإعلام المكتوب، كل شيء ولا كيهضر هذا هو الموضوع الساعة. وهذا كيظهر وكيبين قوة شركة فيسبوك. هو راه هذا الشيء صراحة فيت هضرت عليه، لأن شبكة التواصل الاجتماعي راه أخطبوط، هي راه كتسلب منا حياتنا، راه كتسلب منك حياتك. لانه مثلا ملي كتشوف غير هاد التسريب هذا ديال انه هاد الخوارزميات اللي كتجذب الناس باش يمضيو وقت اطول، كتلقى راسك هاز فيسبوك على ود 2 دقائق تتلقى راسك في ساعه او نص ساعه، وتتعاود ثاني. يعني الا جيتي تشوف شحال كتكونسومي، راه كاين الناس اللي تيكونسومي 4 سوايع 3 سوايع تحطها في فيسبوك. هذه هي فيسبوك، اما الا كنتي تمشي ثاني تيك توك وسناب شات وداك الشيء، شوف شحال ديال الوقت اللي كيكونسومي. يعني هذا واحد العمر من الحياه اللي كتسلبوه هاد شبكه التواصل الاجتماعي. واللي كذلك الخطير في هذه المساله انها كتقدر انها قادره على انها تروض طريقه التفكير ديالنا، لان ملي كنهضروا على خوارزميات تتعرف الميولات ديالنا، كتعرف المحادثات ديالنا، كتعرف المشاعر ديالنا. راه هذه مساله خطيره، لان نقدروا نروضوا بها شعوب، وهذا الشيء كامل في نهايه المطاف كيصب في نتيجه ايجابيه بالنسبه للفيسبوك، لانها كتزاد الايرادات ديالها يوما بعد يوم. فعلا بزاف ديال الاخوه لا صحفيين لا بعض الاخوه تواصلوا معايا فيما يخص هذا المشكل هذا، لانهم كلشي كيباغي يعرف شنو وقع.